عقد نائب وزير الصحة والسكان عمرو قنديل اجتماعا مع الإدارة المركزية للمعامل لمناقشة مستجدات الخطة التنفيذية لمشروع مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر. أوضح المتحدث باسم الوزارة أن نائب الوزير ناقش خلال الاجتماع الوضع الحالي للمعامل المركزية، إضافة إلى خطة التشغيل من حيث توفير القوى البشرية المدربة والأجهزة والمستلزمات الطبية ونظم المعلومات.